احيانا لا يصلح ان يكون صفه، مثلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. لا يصلح الذين هنا ان يكون صفه للنصير، المعنى فاسد. وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير، يتعين الوقف هنا ويكون الذين مبتدا خبره اولئك او جمله اولئك. فاذا يتعين هنا الوقف على نصير، اذ لا يسمح السياق بان نجعل اسم الموصول صفه للنصير. كذلك في سورة غافر، وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. لا يمكن أن يكون الذين صفة لأصحاب النار طبعا، فإذا لابد من الوقف على كلمة النار. فيعني هذه فالذكاء بالنسبة لي وصل اسم الموصول او بغيره، والمقام هو الذي يتحكم. فاذا صح ان يكون اسم الموصول صفه لاخر كلمه في الايه السابقه صح الوجهان، الوصل او القطع. واذا لم تصح صفه تعين القطع، وهو ان يكون ما اول الايه بالذين، اما خبر لمبتدأ محذوف أو يكون مبتدأ. الذين يحملون العرش هذا مبتدأ، يسبحون بحمد ربهم، هذه الجملة الخبرية.